متابعي الكرام، السلام عليكم. في أول ظهور للفتاة الفرنسية التي اتهمت أشرف حكيمي تعلن عن مفاجأة كبرى تهز فرنسا، لن تصدق ماذا قالت. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة ودعم المقطع بلايك. بعد أن وجهت النيابة العامة الفرنسية تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي بعد اتهامه من فتاة فرنسية، فقد دخلت على الخط الفتاة الفرنسية التي تدعى ديمتري وقالت: أنا لا تربطني بأشرف حكيمي أي علاقة، سواء من قريب أو من بعيد، ولكن أنا من حاولت الاقتراب منه بمساعدة السلطات والمخابرات الفرنسية التي وعدتني بمبالغ خيالية، فأنا أحمل الجنسية الأوكرانية، ولقد هددتني السلطات الفرنسية بالترحيل من فرنسا إذا لم أتقرب من أشرف حكيمي وأفضحه على المر وأقوم بتصويره. ولكن أنا فشلت في كل هذا لأن أشرف حكيمي لم يرد على المراسلات، وهددني في أكثر من مناسبة بإبلاغ الشرطة عني. فأشرف حكيمي بريء من هذه التهمة، فأنا لم أتهم أشرف حكيمي باغتصابه، بل السلطات الفرنسية التي أجبرتني بالذهاب إلى مراكز الشرطة من أجل التبليغ عن أشرف حكيمي، فأنا قلت كلام كاذب. وأنا أعترف أمام الجميع أن أشرف حكيمي بريء من هذه التهمة، وأقول لزوجته: أن زوجك لم يخنك، وهو بريء من كل هذه التهم. وفي النهاية نتمنى أن تكون هذه المرأة على حق، لأن السلطات الفرنسية لا تتساهل في مثل هذه القضايا.